تأخرت تحذيرات اتحاد المصارف للمواطنين والمقيمين في الكويت من تمرير بطاقات الصرف المصرفية على أجهزة المحاسبة الإلكترونية في بعض الأسواق، وما هي مخاطر هذا الإجراء على سرية المعلومات الائتمانية، وكيف نحمي حساباتنا الشخصية من الاختراق؟ اتحاد المصارف للأسف يعني أنا أشوفه تأخر كثير عن الإفصاح على هذه الاحتياطات والتدابير، مو بس هذه التدابير، في هناك تدابير أخرى لابد أن يحيطها هذا الاتحاد المصارف ويحذر فيها الجمهور. أنا أذكر في محاضراتي من سنة وتغريدات قديمة لي ذكرت وحذرت من عملية أخذ البطاقة من بعد عملية البيع وتمريرها في الكاشير لأخذ هذه المعلومات وتخزينها في الشركة. الشركة ممكن تستفيد من هذه المعلومات من ناحية إدارية ومن ناحية مالية ومن ناحية ماركتينج عشان تأخذ هذه المعلومات وتحاول مثلا نضيف لك نقاط وإلى آخره من هذه الأشياء. لكن هذا التمرير غير مصرح فيه وغير جائز قانونا حتى في القانون يعني الكويتي. احنا اليوم نخاف من الناس اللي وراء الكاشيرات، مو كلهم وناس سليمين، في مافيا من وراء هذه الكاشيرات تبيع هذه المعلومات حق جهات خارجية يقومون في عمل استنساخ لبطاقة الاي تي ام وعملية الشراء حتى اونلاين عن طريقها. اليوم حتى انت البين كود اللي تحط الرقم في عملية الشراء ما تخضع لضوابط، وانا اتمنى من هيئة المصارف هم تحذير الناس ووضع شروط وقوانين لآلية الدفع. اليوم تشوف الـ ATM machine هذه اللي تبي تدفع ساعات تكون قريبة حتى من الكاشير، حتى ما في مجال انك انت تلفها او انك انت يعني ما تبين الرقم، فهو شايف الرقم كامل، ساحب مسوي سوايبينج على الكرت وعارف البين كود اللي انت حطيته لانه قدامه. وايد ناس يستحون انه يخش يحط ايده على الرقم بحيث انه يقول لا انا اطلع بشكل مو حلو، لا، لكن هذا براكتس مهم ان انت تسويه. نصيحتي دائما اذا انت تبي تدفع اي قيمه عن طريق البوينت اوف سيل اخذ دائما الجهاز الاي تي ام اللي هو الكينت، وانت حط المبلغ اللي انت تبي تدفعه وحط البطاقه وحط البين كود وقوم في عمليه الشراء وخذ نسخه من الوصل وعطها اياه وسلم الجهاز. دائما الجهاز هذا ما يكون بايدك انت، ما يكون بايد الجهة الطالبة.